احنا هلا مثل ما بتعرفوا ولظروف قاهره طفران وعايف حالي وعم بتعتر بخيالي. العمل قرش بده معامله. ليه خلصت كل الفلوس اللي معك؟ صدق بالله اني في مصر بفك الخمسة جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي. بده حين ومين لحتى يفوت على جيبتي بالموساعد. طفران وعايف حالي والله وكيلك. هلا الاسواق دايره للاخير لاخير والبنات على قفل من شيل وياني يالا اللي بصح عليك عريس ابن حلال ودرويش مثل هات لقطه لك ما ديونه ظهري مكسور الدين هلكني وكل ثيابي من الباله يلعن ابو هالحاله. ايه والله بشرفي اعطوهم الجماعه عن جد تكسبوا ثواب فيه. بهالايام اللي معه قرش بيسوى قرش واللي ما معه ولاش. علي الديك علي الديك اخ رائع و صارت الشيء عاجل دي وعظمه بتحبه وكمان في تعاون بينه وبينه جديد. تعاون اللي سبق وعملناه سوا. مثل ما قلت لك شو رايك نفتح شركه انا وياك؟ انا ببيع كلاسين طويله وانت ببيع كلاسين قصيره بنبلع السوق كله. ايه كان مجانين يعني صراحه. لا تسرعي لك بنتي شغله ما بدك لها يعني صراحه. بتطلعي ستي رجال. الأغنية بتحكي عن اليوم الحالي يعني عن الطفر طفران وعايف حالي وعم بتعتر بخيالي. العمى شو هالشعير هذا ضجة أكتر من نيويورك من إجري بيركز الواحد عن ال يعني في شيء ما بيتخبى انه في الناس كثير تعباني احواله يعني بهيدي الايام. فالكلام بيقول طفران وعايف حالي وعم بتفركش بخيالي. العمى فعي يقولوا العمى العمى فعي يقولوا شو ما بيستحي. مديون وظهري مكسور وكل ثيابي من البالي. ربنا يجازي اللي كان السبب. عندي بالضيعة خربوش يعني بيت صغير هيك صغير تعبان كثير الخربوش. وماذا يحصل يا ديبة إذا ما كان معنا مصاري؟ بدنا نشحد من أسعد وأسعد الجربان ما رح يديننا. عندي بالضيعة خربوش بشرشف ومخدي مفروش وما في بجيبي 10 قروش ومرقع فردة بنطالي طفران وعايف حالي. يلعن أبو هالحالة. كلمات مين؟ ألحان مين؟ كلمات الشاعر عزيز صالح وألحان ألحاني أنا وحسين أخي اللي يجي من مصر. أيوة برضو معرفوش.